في السباعي الأساسي من الجانبين، وأكيد نعرف أكثر التفاصيل من الناحية التكتيكية والفنية مع انطلاق المباراة. بالفعل ذاكر ان شاء الله كما قلنا في اول النقل، شوفوا طبق كروي يليق بحجم وعرقة الزوز فرق، خاصة انه عديد الملاحظين اجمعوا انه المباراة دور رهان. لا انا نقول عندي راي اخر، اكيد مباراة اجوار ديما فيها تنافس، فيها كرة يد عصرية، تقريبا الزوز فرق هذوما يطعموا المنتخب التونسي بابرز العناصر على مستوى وطني، اكيد باش نشوفوا مباراة كبيرة وحوار تكتيكي وفني، خاصة كل فريق باش يحاول باش ياخذ بزمام الامور منذ البدايه، رغم تغييرات كبيره خاصه في تشكيله النادي الافريقي، عديد العناصر اللي غادرت فريق باب جديد، نحكي على اسامه حسني، جيلاني معرف، عبد الحق بن صالح اللي اليوم في الحقيقه سبق له اللعب على النادي الافريقي، اليوم يلقى روحه بازياء الترجي الرياضي التونسي، محمد السوسي، مكرم سلامه، يعني عديد العناصر اللي سبق لها اللعب بازياء الزوز فرق، كذلك بعد تجربه في المجره الحارس ادريس الدريسي يعود من بوابة فريق باب سويقة، واليوم باش يكون هو الحارس الأول اللي باش يبدأ في المباراة في تشكيلة المدرب نجيب بن ثير. الصور التذكارية في انتظار، هو الحديث على بدون رهير راهو معناه في المطلق في حوار الترجي الإفريقي اليوم، لكن في حوار فما حوار غير مباشر هو بين النادي الإفريقي ومكرم المهدية. مكرم المهدية صاحبة المرتبة الرابعة اليوم تلعب في سقيد الزيت، والنادي الإفريقي يلعب مع الترجي التونسي، شكون باش ياخذ نقطة حوافز؟ تعرفوا ثلاثة نقاط للنجم الرياضي الساحلي، نقطتين للترجي التونسي هذوما حاصلين، تبقى نقطة ما بين اما الافريقي واما مكارم المهدية، معناها هذا الحوار الغير مباشر بين مكارم المهدية والنادي الافريقي. السنه الموسم الحالي تغيرت المعطيات كما قلت في سباق البطولة، بين فرق تلعب من اجل تتويج، فرق تلعب من اجل كأس الرابطة، وفرق تلعب من اجل تفادي النزول في نهاية الموسم. انطلاق المباراة لعد لحظات ثنائي البيجر فرح بشعتيو، انطلاق المباراة مروان السوسي في حراس مرمى النادي الافريقي، يبدا هو كاساسي في النادي الافريقي، بقيه تشكيله النادي الافريقي مهدي ويز كمعد في الفريق الى جانب زبير السايس، حمزه المهذبي كجناح ايسر، كظهير ايمن باش تبعوا اسكندر زايد اليوم مش موجود في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الافريقي لانه حسين ضويوي يلعب كظهير ايمن وكجناح ايمن في تشكيله النادي الافريقي. رمزي مجدوب اللي هو قائد الفريق بالمناسبه اليوم، كره تلعب لفيت النادي الافريقي، ترجي يلعب على خط 6 امتار، قاعد مؤخر يستنى في ملاعبيه النادي الافريقي التقاطعات في محاوله لحل وجود الحلول من بداية المباراة. زبير السايس يلعب للذويوي، محاولة المراغة البحث على الأروقة في دفاع فريق الترجي التونسي، ممتاز للدخول والهدف الأول، أول أهداف النادي الإفريقي، عملية التقاطع ثم ثغرة في دفاع الترجي التونسي، أول أهداف سيد. أكيد البداية بشوف فيها أهداف وفيها نسق كما قلت مع غياب نسبي للرهان، فما الضغط على زوز فرق؟ ان شاء الله العامل هذا يكون في مصلحه الزوز فرق بالنسبه للترجي الرياضي التونسي والا النادي الافريقي باش نتمتعوا بكره يد عصريه. هذه كره لبوقديده يحاول باش يعمل عمليه فانت، لكن موجود دفاع النادي الافريقي، عبد الحق بن صالح، بوقديده يسدد في مره اولى والحارس يتصدى حارس النادي الافريقي، اول تصدي في المباراه، نعرفوا قيمه حراس كره اليد كي يدخلوك في المباراه. زبير السيس يكمل محاوله بمفرده، كره خارج المرمى لكن تحصل على رميه 9 امتار. نعاود نذكر بثنائي التحكيم اللي زفر المباراة نتاع اليوم البيجي وفرح، ترجع الكرة برمية 9 امتار لصالح النادي الافريقي اللي ربما يحاول باش يمسك بزمام الامور، واكيد كل فريق باش ياخذ الفارق باش يصعب المقابلة على المنافس. هذا ايش حاب يعمل النادي الافريقي؟ تقريبا نشوفوا فيه مركز في الدفاع، اول كرة تصديها للحارس نتاعو ثم الهجوم الثاني على التوالي، توصل الكرة شوف عملية التسلسل توفى على الظهير الايسر الساعد، يكمل العملية ويلقى الحلول، قاعد يلقى الحلول للنادي الافريقي على عكس الترجي الرياضي التونسي، او مجهود فردي تجي الاجابه بسرعه من ايمن حماد من 9 امتار، يقلص الفارق من جديد 2-1، يرجع الهجوم للنادي الافريقي، بدايه سريعه تقريبا من زوز فرق في زوز دقائق، 3 اهداف كامله في ديربي العاصمه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ذكر
زبير السيس منسق اللعب في فريق النادي الافريقي اكيد بين 77 و17 بكري صارت يمكن اللخبطه بين وهدي مهدي واز واسكندر زايد ومنسق اللعب يبحث على بالفعل الدخول في الرواق وممتاز اسكندر زايد. النادي الافريقي قاعد يطبق في التمارين يعمل في التقاطعات يكمل في العمليات اما في ما بين المركز واحد واثنين من اليمين والا من الجهه اليسرى كل مره يحاول يلقى الرواق الشاغر مع عدم يمكن التغطيه في دفاع الترجي تنصف من السرعه في التغطيه تخلي انه النادي الافريقي يلقى الحلول وفي كل مناسبه قاعد يلقى الحلول بالتفوق العددي والتقاطعات اللي يوصل لمرمى ادريس الدريسي الحارس السابق للنادي الافريقي ابن النادي الافريقي 3-1 الى حد الان في 3 دقائق لعب 4 اهداف سيد في 3 دقائق دليل انه الهجوم قاعد يلقى حلول. عبد الحق بن صالح يلعب الكره يخرج اللوز من الجناح تمشي للجزيري يدخل مناطق وهدف كان بامكان لهنا حتى لو كان ما سجلت هدف كان نجم ياخذ 7 امتار لانه الدفاع كان في المنطقه. الهدف الثاني 3-2 نفس الطريقه الدخول في الاروقه التقاطعات والبحث على الاروقه فما نسبيا لملاعبي وقت لما يخلطش في الوقت في العمليات كيما هو تعب معناها ملاعبي مازال بدنيا مجهز باش يبدا المباراه كما يلزم وقت لما ما يوصلش في الوقت المناسب باش يغطي الرواق نتاعو. صحيح ذاكر وهنا ثم نقطه اخرى يظهر لي زوز فرق محاضرين يعني ودارسين برشا طريقه الدفاع وطريقه الهجوم تقريبا كل فريق قاعد ياخذ في وقته في الهجوم يلقى في الحلول على مستوى 6 امتار او مجهود فردي لكن موجوده رمية 9 امتار رغم انه التدخل كان موجود على لاعب النادي الافريقي رمية 9 امتار يعود الامتلاك للنادي الافريقي كالعاده حامل قميص رقم 77 في تنسيق العمليات الهجوميه. زبير السيسي رجع الكره الى واز موجود دفاع الترجي يتحسن في اللحظات هذه البوغانمي في المحاصره الدفاعيه تقريبا النادي الافريقي يحاول باش يغير او هنا انطلاق الجناح وزوز لاعبي دير يصبح النادي الافريقي على ثبات يسدد موجود الحارس ادريس الدريسي كان متفطن لزاويه التسديد في الكره الاخيره بسرعه يسرع على الهجمه. عبد الحق بن صالح نعرفوه لاعب حركي هاو يقوم بالعمليه تقريبا اكد في الكلام نتاعي كل ما يلقى المساحات اكيد لاعب حركي يلعب برشا على ساقية عبد الحق بن صالح والورقه الصفراء باعتبار انه التدخل كان واضح على عبد الحق بن صالح في العمليه الاخيره اللي تحصل فيها على رميه 7 امتار الدفاع في المنطقه في العمليه الاخيره رغم انه كره بن صالح كانت خارج المرمى والعمليه واضحه والعمليه واضحه الدخول في المنطقه كان من دفاع النادي الافريقي تسديد رميه 7 امتار واسامة البوغانمي اول اهداف نتاعو مختص في رميه 7 امتار واسامة البوغانمي يرجع من الباب الكبير ويسجل الهدف الثالث 3-3 في توقيت 5 دقائق لعب في الشوط الاول بالنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي يعمل تغييرات بين الدفاع والهجوم حماد يخرج يقعد في البنك يدخل حمدي عيسى في الدفاع بلال عتيق ايضا في النادي الافريقي قاعد يدخل كل مره في الجانب الدفاعي. الترجي قدم نسبيا في حدود تقريبا 7 امتار في محاوله البحث على حلول ممتاز 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 ادريس الدريسي توصل مهدي الواز كما يلزم مهدي واز وادريس الدريسي بارات جيد جدا يغطي كل ما يمكن ما يوصله لمرمى مرماه ويتمكن من انقاذ الموقف ثم كوره بسرعه وهدف جديد للترجي الرياضي التونسي. واول اسبقيه للترجي في المباراه 4-3 كما قلنا يعني تسابق وتلاحق هذا هو من سمات المقابلات الكبيره تقريبا. والدربيات يتلعبوا ديما في الثواني الاخيره مهما كان الوضع نتاع الدربي ومهما كان الجوله نتاع الدربي ولا الرهان نتاع الدربي. تعود الكره للنادي الافريقي كالعاده زيد في تنسيق العمليه الهجوميه. زبير السيس يلعب الكره على اليسار يكمل الكره بمفرده حامل القميص رقم 13 في تشكيله النادي الافريقي لكن موجوده رمي 9 امتار وانذار من جديد في وجه البوغانمي في العمليه الاخيره ويبقى الامتلاك لصالح النادي الافريقي. ثنائي التحكيم شنو يقول رميت 7 امتار رميت 7 امتار بالفعل تقريبا نفس العمليه المشابهه اللي كانت للترجي الرياضي التونسي واللي تحصل على اثرها عبد الحق بن صالح على رميه 7 امتار هو تطبيق اللوائح راهو معناها تدخل في منطقه 6 امتار فما رميه 7 امتار ما فيهمش كلام فيهاش اجتهاد معناها حكام يطبقوا ممتاز ادريس الدريسي تصدى زوز تصديات ادريس الدريسي هذا الفارق نعملوا توا الاحصائيات نتاع ادريس الدريسي قداش تقريبا يعمل تصديات مقارنه بالتسديدات باش نعرفوا الاداء نتاع ادريس الدريسي في المباراه هذيا ومدى نجاعته في التصديات نتاعو شانه شان مروان السوسي زاد حارس من افضل الحراس في تونس والواضح سيد انه كل عمليات فريق النادي الافريقي قاعد تقريبا تمشي توصل على الظهير الايمن وتكمل على الظهير الايمن على يمكن نقطه ضعف الترجي التونسي الى حد الان هي الجهه اليسرى للدفاع كرة على الدائرة وممتاز
ممتاز استغلال العملية. الياس حشيشة في الكرة الأخيرة يتمكن من تسجيل الهدف الخامس اللي فشل فيه الإفريقي على خط 6 أمتار، نجح فيه ترجي الرياضي التونسي على خط 6 أمتار. بالفعل ذاكر تقريبا نسبة نجاح عالية للترجي الرياضي التونسي، نضيفوا لهم تصديات الحارس نتاعو ادريس الدريسي، هذا ما يعطينا أسبقية مع 2 للترجي أمام النادي الإفريقي، رغم أنه البداية كانت قوية لصالح الأفارقة على مستوى 2-0، لكن عودة الترجي في اللحظات الأخيرة وتحسن الدفاع يخلي الترجي الرياضي التونسي ياخذ الأسبقية. هاوي قاعد يأكد في كلامي، تقريبا دفاع ممتاز من الترجي الرياضي التونسي، التنبيه باللعب السلبي، توصل الكرة مقطوعة من جديد لهجوم المعاكس، احتجاج على العملية الأخيرة، يرجع الحكم على أساس فماش معناه 9 أمتار، ولأنه العمل الفارق تعرف سيد في العملية هذية وفي دفاع الترجي التونسي، أنه حمدي عيسى ولا يمشي لجهة البوغانمي باش يغطي مع البوغانمي باش ما عادش يلقى حلول فريق النادي الإفريقي من الناحية الهجومية، وهذا إنذار لنجيب بن ثاير على الاحتجاج الأخير على الكرة الأخيرة، لأنه الحكام شافوا أنه فما مسك في العملية الأخيرة، وبالتالي يرجعوا الكرة للنادي الإفريقي. شوفوا حمدي عيسى باش يبدل من بعدها التمركز نتاعو في الدفاع، وقاعد هو اللي يعمل في الفارق. كره لفات النادي الافريقي تمشي حسين الضوي ويحاول يمر، شوف التقاطعات سايس وامتياز لحشيشه الياس حشيشه في الكره الاخيره في العوده نتاعو الدفاعيه في التغطيه، امتياز في التغطيه في الكره الاخيره، تمشي الكره لفات النادي الافريقي، محاوله التقاطع والتسعة امتار لفات النادي الافريقي. زبير السايس حاول يوصل الكره، دفاع جيد جدا من الترجي التونسي، يلعب قوه الترجي قاعد ياخذ الكره وبالفعل يفتك الكره، الهجوم معاكس، طارق جلوز بسرعه، طارق جلوز التسديد وكره تضيع، طارق جلوس حب بريمير انتونسيون معناها ما يعملش الجوش دروات، وبعدها يطلع حب بتسديده يغالط الحارس، تضرب في القائم وتخرج خارج الميدان، يبقى التقدم اللي فات الترجي الرياضي التونسي 5-3. زايد كرة لإسكندر زيد منسق اللعب في فريق النادي الإفريقي، إسكندر يلعب على الوجهتين، النجم يلعب منسق لاعب كما النجم يلعب ظهير أيسر، يسدد من بعيد، عنده إمكانيات كبيرة، حتى رسقيهم لاعب متكون في مدرسة كبيرة اسمها مدرسة البعث الرياضي بابن خيار، بالتالي معناها فنيا لاعب يتلقاه متميز. كرة لزبير السايس يحاول يلقى الحلول، دفاع الترجي فما رفع اليد للإعلان على اللاعب السلبي ويجبر تسديد من بعيد، كرة خارج الميدان. 5-3 10 دقائق لعب، المباراة مازال مرتفعة فعش المستوى الفني نتاعها، فما برشا اخطاء خاصه في التمركز الدفاعي من الجانبين. سيد صحيح ذاكر، تقريبا شفنا الترجي الرياضي التونسي النقطه اللي عملت الفارق هو تحسن ادائه الدفاعي، تقريبا خروج على اسكندر زيد في العمليات الاخيره مما خلى النادي الافريقي يلقى مشكله على مستوى الهجومي وانهاء الهجمه، على عكس ما بدا به فريق باب جديد وخذ الاسبقيه منذ بدايه المباراه 2-0. تقريبا تحسن اداء الدفاعي للترجي الرياضي التونسي والنجاعة الهجومية، ونضيفوا لهم زوز تصديات لحارسه إدريس الدريسي خلى الترجي الرياضي التونسي ياخذ الفارق في اللحظات هذه مع 2-5 مقابل 3 في توقيت تقريبا 10 دقائق من هذا الشوط الأول، مع امتلاك هجومي للترجي كالعادة في التنسيق. عبد الحق بن صالح يوصل كرة الحماد، عملية تقاطع، يجي الجزيري مرة أخرى عملية تقاطع، مازال الهجوم للترجي، بن صالح يوصل كرة ممتازة، العملية الأخيرة ممتازة، الهدف للترجي الرياضي التونسي، خدمة كبيرة تقريبا في التمارين هذه، شفنا زوز تقاطعات توصل كرة اللعب الدائرة، يكمل العملية في الأخير في شباك النادي الإفريقي وقت مستقطع، باعتبار أنه الفارق لأول مرة في المباراة يوصل مع 3 للترجي الرياضي التونسي، 6-3، وغياب الحلول الهجومية خاصة عن النادي الإفريقي لقى عديد الصعوبات، 3 أو 4 هجمات على التوالي أضاعهم النادي الإفريقي، مما خلى الترجي الرياضي التونسي يستغل فترة الفراغ هذه ذكر ويأخذ الفارق مع 3 في 10 دقائق أولى من المباراة. الحلول اللي لقاهم النادي الإفريقي في بداية المباراة ما لقاهمش من بعدها، لانه نجيب بن ثاير غير بسرعه كبيره برشا في الطريقه الدفاعيه، وتمكن باش يسكر الاروقه على نقطه قوه النادي الافريقي، التقاطعات تكمل الكره على الظهير الايمن، تكمل على حسين الضويوي من ناحيه تكتيكيه، تفوق نسبي حيني لنجيب بن ثاير على عادل حيحي، عادل حيحي الان ياخذ وقت مستقطع يحاول يغير المعطيات، لانه اذا الهجوم ما يمشيش والدفاع ما تمشيش تكون متقدم 2-1 واللي خاسر 6-3، معني هذا هو اللي صاير حتى توا في المباراة نتاع كرة اليد، ولو انه الفارق في الخبرات واضح جدا اللي فايت الترجي الرياضي التونسي، معناها الاسماء مهذبي جديد في الفريق الاكابر، صحيح زبير السايس لعب في فرق اخرى ثم رجع للنادي الافريقي، زايد رغم انه لاعب ممتاز لكن جديد
مفيد زاد في النادي الافريقي وفي فريق الاكابر، رمزي مجدوب، الضويوي، مهدي واز، مقابل كي نشوفوا معناها المقارنه لهنا بحشيشه بالبوغانمي، بعبد الحق بن صالح، بالجزيري، ملعبيه حمدي عيسى، زاد ملعبيه عندهم برشا هوند في ايديهم وعندهم برشا كره اليد، بالتالي هذا الفارق اللي قاعد صاير توا كيفاش باش يتعامل النادي الافريقي مع الوضع هذا. نلعبوا في 11 دقيقه لعب في الشوط الاول، 6-3 للترجي الرياضي التونسي قدام النادي الافريقي، وانذار لاسامه الجزيري لاعب الترجي الرياضي التونسي، لاعب سنترال هو اللي قاعد يحاول انه يعمل التوازن في دفاع الترجي الرياضي التونسي، في تغطي على اسامه البوغانمي وايضا في تغطي على لاعب الدائره بسرعه كبيره برشا، زبير سيس سدد من بعيد ويغالط الحارس، يغالط ادريس الدريسي، يمكن الغلطه نتاع ادريس الدريسي انه بقى على الخط النهائي للمرمى ما قدمش ويطلب السماح ادريس الدريسي بعد العمليه الاخيره، مفروض انه الحارس ديما يلونتيسيب يقدم باش يحاول يعمل باراد ويقص الكره والكره ترجع لفايت الفريق الترجي الرياضي التونسي. الترجي كي تلقى منسق لاعب عبد الحق بن صالح، خط بازارير معناها متميز، عبد الحق بن صالح، ايمن حماد، اسامه الجزيري، معناها ملاعبيه عندهم امكانيات كبيره برشا، ايمن حماد بن صالح يلعب مع الجزيري، الاعداد للهجوم يستناو الاشاره من منسق الفريق من عبد الحق بن صالح، يلعب عبد الحق بن صالح، التقاطعات تمشي الكره باش توصل بالتسلسل ممتازه والهدف، ما تنجم تجيب كان هدف، معناها تسلسل متميز وتنجم تجيب الا الهدف، هدف لفايت الترجي الرياضي التونسي. الهجوم معاكس للنادي الافريقي، بلال عطية والخطا 9 امتار والتغيير بين دفاع والهجوم، كل مره يدخل مهدي واز الان ويخرج بلال عتيق في تشكيله النادي الافريقي. 7-4 12 دقيقه لعب، مجددا نستناو النادي الافريقي شنو يلقى الحلول من الناحيه الهجوميه. على كل حال يعود الافريقي في الهجوم والترجي الرياضي التونسي في الدفاع، فرصه لتقليص الفارق بالنسبه للنادي الافريقي رغم انه تقريبا هجوميا النادي الافريقي ما وراش برشا كره في هذا الشوط الاول وغاب تعليل حلول الا باستثناء بعض المجهودات الفرديه. هذه عمليه تسلسل للنادي الافريقي، ترجع الكره للسيس باش يسدد من 9 امتار، هنا تنبيه باللعب السلبي باش يسدد يوصل الكره للاعب الدائره مقطوعه من حمدي عيسى، لكن ثنائي التحكيم يقول رمي 9 امتار ويبقى التنبيه باللعب السلبي، اخر تمريره تقريبا والتسديد بالفعل موجود، كره سهله لادريس الدريسي رجع بها هجوم عكس للترجي الرياضي التونسي بقديده مباشره نحو المرمى، يربح رمي 9 امتار لدخول بقوه، يقول الحكم بسرعه الهجوم المعاكس توصل الكره وتقليص الفارق رغم انه الدريسي يلمس الكره الاخيره في الساق نتاعو، حامل القميص رقم 31 في النادي الافريقي، يتمكن حمزه المهذبي بالفعل يتمكن من تقليص الفارق من جديد، لكن تبقى الاسبقيه للترجي مع اثنين، هنا ثم فرق بين السرعه والتسرع، حب يسرع الكره بسرعه الجزيري في العمليه الاخيره، يفقد الهجوم، يعمل دخول بقوه، يرجع الامتلاك للنادي الافريقي مباشره، هجوم معاكس يساوي الهدف رقم 5 للنادي الافريقي، رغم انه الامانه ذاكر ما نحبوش الفارق يتسع على الاقل باش حتى المباراه ما تفقدش التشويق نتاعها بين الزوز فرق. على كل حال هنا نلعب اقصى دقيقتين لاول مره في المباراه، يخرج 18 لاعب النادي الافريقي في بلال، عملية ضبط كانت واضحة بالفعل، بلال عتيق يخرج في العملية الأخيرة بعد عملية سنتوراج، معناها في كرة اليد واضح سنتوراج ركب له المخ الخطأ، خلق صار لمدة دقيقتين ورمية 7 أمتار، وبوغانمي مرة أخرى والبر البر البوغانمي، عملية فنية حب يلعب بحث على الاستعراض على الاستعراض. الملاحظ سيد انه في تقريبا في 13 دقيقة النادي الافريقي اجبر مرتين باش يسدد نظرا للاعلان على اللعب السلبي، والافريقي واضح جدا من عنده حل، اما الهجوم المعاكس يعمل دفاع جيد باش يلعب الكونتر اتاك لانه مش لاقي حل من الناحية الهجومية، والا يلعب داير لاعب دايرة ثاني، دخل لاعب دايرة ثاني باش ينجم يوخر دفاع الترجي التونسي، وقت اللي يوخر دفاع الترجي ينجم يلقى الحلول، اسكندر زيد باش يسدد من بعيد، معناها هذه الحلول البديهية واضحة اللي صاير تو بالفعل، هاو شوف لاعب دايرة ثانية يدخل يرجع مجدوب، تمشي الكرة للضوي من الجناح مجدوب، صعيبة برشا صعيبة برشا صعيبة برشا محاولة الكونغ فو، لكن ما دخلتش الكرة وتمشي الكرة للترجي اللي حاول يستغل النقص العددي في دفاع النادي الإفريقي. أيمن حماد أيمن حماد يلعب كرة مع عبد الحق بن صالح لهنا، بتشوفوا الترجي باش يحاول يلعب التسلسل الديكالاج بسرعه من الجناح للجناح ويحاول يلقى الحلول في اروقه النادي الافريقي، بالفعل الكره تمشي للجناح لهنا، فما تباطؤ نسبي في دفاع الترجي التونسي، دفاع النادي في هجوم الترجي، بن صالح يلعب الكره مع الجزيري من بعيد باش يسدد وفي المرمى
جزيري بالفعل. يطلع عنده ارتقاء جيد جدا، يقعد يستنى تونداري في الهواء ومن بعد يسدد، بالتالي يسجل هدف الثامن 8-5 مع نقص عددي لنادي افريقيا، رغم انه الافريقي جاته فرصه باش يرجع في الشوط الاول في المباراه، مازالوا 30 دقيقه ويرجع اللاعب المنقوص بدقيقتين في تشكيله النادي الافريقي مع انتصاف الشوط الاول في قصر رياضه بالمنزه. نذكر لكم 22 هي الجوله في بطوله كره اليد، اخر جوله في المرحله الاولى في انتظار مرحله البلاي اوف الاسبوع القادم. يعود الامتلاك للنادي الافريقي كالعاده تقريبا هنا، يفتح الزاويه لعب الجناح وينجح تقريبا بمجهود فردي حامل القميص رقم 7 رمزي مجدوب في العمليه الاخيره، ياخذ المسؤوليه على عاتقه في الزاويه الاولى، اغاله الحارس ادريس الدريسي رغم النقص العددي النادي الافريقي سجل. هاي تمريره ذكيه من عبد الحق بن صالح، لكن التسييم وانهاء الكره الاخيره كان خارج المرمى. هنا تسرع وسوء تعامل مع الوضعيه الاخيره. نحكيو على الامور التكتيكيه، ظل ترجي النادي التونسي واطاره الفني محضر مليح المباراه، يعرف سواعد النادي الافريقي، عندهم طول قامه يحب بدو التسديد من 9 امتار، هذاك علاش تقريبا نشوفه في بحر يلعب متقدم تقريبا دائما، يحاول ما يخليش التمريره توصل بين المنسق وبين زبير السيس الساعد الايسر، قاعد يخلي النادي الافريقي يلعب بعيد برشا على منطقه الستة امتار، وناجح الى حد الان نجيب بن ثير في ايقاف والحد من خطوره النادي الافريقي على مستوى الهجومي. لكن هاو هنا تجي التمرير لعب الديره، هاي قيمه حراس كره اليد، يعني كي يصد الكره وجه وجهه تقريبا تكون نسبه ضئيله للحارس باش يرجع الكره. اكثر من هذا سيد، هو وقت اللي انت لقيت الحل كفريق النادي الافريقي باش لاعب عمل ديبار وتخلى على خط الستة امتار وخذ الكره براحه وسدد ضيعها، معناه وقت اللي الحل لقيته قدام الدفاع المتقدم تاع الترجي التونسي، وقتها معناه يعمل لك خطا المهاجم، لان مدرب ما نجمش يكونوا في مكان لاعب في العمليه، يحاول يحضر مدرب الشيما تكتيك نتاعه ويحاول يلقى الحلول، لكن وقت اللي ملاعب يكون خط الستة امتار ويضيع كره كيما هكا اللي كان المفروض بالطول نتاع القامه نتاع ويز ينجم معناه بارتماء مش لازم في وقته، يعني اي بارتماء يحط كره في المرمى، معناه ماهيش عمليه صعيبه برشا، لكن لازمها خبره ولازمها معناه ملاعب شبع كره باش ينجم يحط كره في المرمى في العمليه الاخيره. ان شاء الله لاباس ايمن حماد اللي تعرض للاصابه، ايمن حماد كمل العمليه الاخيره، حاول يخرج من كظهير يمشي لوسط الميدان باش يكون مقابل للمرمى، سدد وتعرض للاصابه ان شاء الله لاباس لانه عنده اصابه قديمه في ركبته، ان شاء الله لاباس ايمن حماد. الحوار التكتيكي مازال متواصل بين نجيب بن ثير وبين عادل الحيحي، كل واحد لعبوا ضد بعضهم سيد، معناها واحد كم لاعبين كم مدربين، واحد في الافريقي والاخر في الترجي. عادل الحيحي عنده توجه اكثر دفاعي كان في النادي الافريقي قبل، سنترال نعرفوه عادل الحيحي. نجيب بن ثير معناها سريع جدا، لعب جناح، لعب منتخب، لعب بدات مسيرته في ايزلندا 95 مع المنتخب الوطني التونسي، بدا الاكتشاف نتاعه ابن الزيتونه الرياضيه، واحنا بالمناسبه نحكيو على الزيتونه الرياضيه، نتقدموا مجددا بالتعازي لعائله الزيتونه بعد وفاه المدرب نجيب بونا، مدرب دربت عنده في فريق الزيتونه الرياضيه، فريق كبير، فريق مدرسه نتاع تكوين، مجددا تعازينا الحاره لعائله نجيب بونا اللي هو المستشار الفني كان في رابط تونس وايضا من ابرز الوجوه معناها الرياضيه. ان شاء الله سيمن حماد يغادر، يدخل الجيلاني مامي في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. شوف معناها حتى البدائل في الترجي بدائل جيده جدا، جيلاني مامي ملاعبي عنده امكانيات كبيره، ياخذ مكان ايمن حماد، شنو باش يتغير توا في الترجي مع دخول ايمن حماد؟ محمودي مازال في البنك، مريناشي ملاعبي زاد عنده امكانيات، محمد علي بحر ايضا مازال في البنك، عبدلي في البنك، كل ملاعبيه عنده امكانيات. كره للترجي تمشي مامي يحاول يدخل لهنا، الحكم ما مشاش لرميه السبعه امتار، علاش؟ لانه المهاجم كان مسك بالمدافع، بالتالي المهاجم هو الاجبر المدافع باش يدخل للسته امتار، بالتالي ترجع للتسعه امتار. كره اللي فاتت الترجي الرياضي التونسي، عبد الحق بن صالح يلعب لعب دايره ممتاز حشيشه ويسجل. فما اخطاء في التمركز في النادي الافريقي، فما اخطاء في التغطيه وفي التمركز. بلال عتيك خايف عمر دقيقتين، خايف من مسك مره اخرى ياخذ دقيقتين. 9-6 بقينا في مستوى 3 اهداف فارق، 17 دقيقه لعب في الشوط الاول، مازالوا 13 دقيقه، كيفاش باش يتعامل معاهم زوز مدربين؟ على كل حال كان يبيع الترجي الرياضي التونسي قاعد يجري في المباراة بكل ذكاء، يتعامل مع الأسبقية اللي خذاها مع ثلاثة رغم إصابة حماد، يعني اللي قاعدين نشاهدوا فيه على حافة الميدان يتلقى في الإسعافات النادي الإفريقي كالعادة في الهجوم. تعود الكرة زبير السيس باش يسدد من 9 أمتار، قاعد يلقى في الحلول تقريبا زبير السيس، كل الأهداف اللي سجلها بمجهود فردي، يعني تسديدات من 9 أمتار، عمل فان تلقى المساحة، حط كرة أرضية غالة الحارس
ادريس الادريسي ورجع فريقه الى 2-9 مقابل 7. يعود الترجي الرياضي التونسي في الهجوم كالعاده في التنسيق، عبد الحق بن صالح يخرج من مركزه كجناح والتمريرة ممتازة لعب الديرة، لكن متفطن دفاع النادي الافريقي يربح رمية 9 أمتار. لعب الترجي الرياضي التونسي لعب الديرة في العملية الأخيرة يربح 6 أمتار. محمد الياس حشيشة ينفذ بنفسه رمية 9 أمتار. يعود كالعادة بن صالح الجزيري من 9 أمتار، عملية تسلسل طارق جلوز يفتح الزاوية وينجح، ينجح تقريبا عملية كلاسيكية، يجبد اللاعب الجناح يحرر طارق جلوز من الجناح. جيلاني إمامي خدم الخدمة، جيلاني إمامي هو اللي عمل فيكساسيون نتاع الزملاء اللاعبية وعطى الكرة ورائية مكن طارق جلوز باش يسجل هدف العاشر 10-7 19 18 دقيقة ونص. سيد المباراة نستناو مستوى فني خير من هكا، نستناو أداء خير من هكا، حضرونا البلاي أوف، وريونا اش عندكم في البلاي أوف، شنو قاعدين تنجموا تعملوا في البلاي أوف مع تغييرات في تشكيلة النادي الإفريقي. مصطفى بن فضل يدخل في التشكيلة الأساسية، ملاعب يتكون في جمعية الحمامات، مصطفى بن فضل زاد عنده إمكانيات كبيرة ياخذ مكان مهدي واز، فما فرق لهنا في القامة. مصطفى بن فضل لاعب قامته مش طويلة لكن عنده فنيات كبيرة برشا وصناعي معناها كلاعب دايرة. كرة ذويوي حسين ذويوي توصل السيس، ممتازة تمريرة من الجناح يفتح الزاوية وممتاز التصدي، تغطية ممتازة للحارس ادريس الدريسي والكرة ترجع مجددا للترجي التونسي. ادريس الدريسي عامل 5 تصديات إلى حد الآن حاسمة، كرة توصل لاعب الدائرة لكن تقطع، الهجوم المعاكس، رمزي مجدوب وجه لوجه يسجل وينجح، يسدد وينجح 10-8. ضيع تقبل في لحظات في كرة اليد، معناها كل هدف تقريبا زوز اهداف، لانه كنت تنجم تكون باش تاخذ فارق يرجع عليك الفريق المنافس. التغييرات بين الدفاع والهجوم، الحلول محاوله نجيب بن ثاير باش يلقى الحلول قدام. الان تقريبا تراجع نسبي الاداء هجوم الترجي الرياضي التونسي. بالفعل يعود الترجي في الهجوم، استفاقة النادي الافريقي على المستوى الدفاعي، نزيدو تسارع الترجي في اللحظات الأخيرة، هذا ما خلى الافريقي يعود إلا 2 والامتلاك للترجي وصل عملية المطالبة برمية 7 أمتار، لكن ثنائي التحكيم يقول رمية 9 أمتار. البيجي وفرح تعود الكرة كالعادة حشيشة لعب الديرة، النادي الافريقي تقريبا مدرب عادل حيحي يبحث على جميع الحلول على مستوى الهجوم، شفنا تغييرات بالجملة تقريبا 3 أو 4 لاعبين، شوف قيمة التمريرة وذكاء المنسق عبد الحق بن صالح، يعني تقريبا في يحرر زميله لعب الدائرة، هو سيد راه أكثر من ذكاء. بلال عتيق إلى حد الآن معناها مش لاقي حلول مع الياس حشيش، أذكى منه، قاعد يلقى في قاعد يعمل بلوكاج في الرجل نتاعو، كل مرة ياخذ كرة قاعد يدور به وقاعد يلقى الحلول باش يسدد. معناها هون نشوف حتى في حسين قندورة، لأنه ملاعب كبير حسين قندورة، معناها يعرف بالكدا يتبع مع عادل الحيحي يعطيه في التوصيات للاعب الدايرة بكرة باش ترجع ليه فايتة النادي الإفريقي على الدايرة. توصل ممتاز مهذبي سايب الكرة وال ممتاز الريكوليت، هدف في مرمى حارس الترجي الرياضي التونسي. 11-9 توقيت 21 دقيقة لعب، يكمل العملية فريق الترجي الرياضي التونسي ورمي 7 أمتار مجددا. من هنا عاد الحيحي واضح من هنا المفروض أن يغير لاعب اللي واقف في مركز لاعب الدائرة واللي قاعد يقوم بالمحاصرة في أكثر المناسبة، هذه 4 كرة و5 كرة ياخذها، ما دخلش في المباراة، لا مش ما دخلش هو، يمكن سيد لهنا الأسبقية من ناحية الخبرة من ناحية الإمكانيات الحشيشة أكثر من بلال عتيق، صحيح عنده طول قامة، صحيح عنده إمكانيات بدنية، لكن فما برشا ذكاء. شوفوا لو كان زملاء، شوفوا كيفاش قاعد يحكي حسين قندورة مع بلال عتيق، كيفاش يفسر له يمكن حتى في التمركز نتاعه. رمية 7 أمتار لفيت الترجي التونسي، يدخل أنيس المحمودي في تنفيذ رمية 7 أمتار ويتصدى له، ممتاز مروان السوسي، ممتاز مروان السوسي، إذا نعطيه حق مروان السوسي في التصديات نتاعه، عمل إلى حد الآن 6 تصديات، مروان السوسي تقريبا نفس عدد التصديات اللي قام بهم حارس فريق الترجي التونسي إدريس الدريسي، معناها فما تعادل في مستوى الأداء بين الزوز حراس، وكما قلت إلى حد الآن النادي الإفريقي ما لقاش الحلول في محاصرة لاعب الدائرة والتغطية على لاعب الدائرة ليس حشيشة.
اللي مع عبد الحق بن صالح ثنائي متكامل قاعد يوصل له في الكره وقاعد يلقى في الحلول في دفاع النادي الافريقي. دقيقه 22 11 9 زوز اهداف فارق لفيت الترجي قدام النادي الافريقي. وهنا فرصه للافريقي من اجل تقليص الفارق الواحد. توصل الكره لعب الديره ممتاز الهدف كما قلنا تقريبا لعب الجناح يعمل انطلاقه على 6 امتار يلقى الكره في تبادل اللاعبين في الدفاع. هذا بين المشاكل اللي قاعد يفرض فيها النادي الافريقي في دفاع الترجي الرياضي التونسي وقاعد يلقى بها في حلول. وهنا غضب نجيب بن ثير ربما على الكرات الاخيره اللي قاعد يضيع فيها فريق وخلى فرصه النادي الافريقي باش يرجع في المباراه مره اخرى. الحلول من وسط الدائره حتى زبير السيزي ما لقاش حل بالفعل. هذا تواصل ربما مشكل محور دفاع النادي الافريقي ولعب الديره والمشاكل اللي قاعد يفرض فيها حشيشه في وسط دفاع النادي الافريقي الى حد الان. الزوز اخطا سيد انه لاعب طويل قامه يحصر في لاعب اقصر منه. السونتر دي جرافيتي قريب برشا نتاع الملاعب نتاع اسكندر حشيشه نتاع الياس حشيشه كل مره قاعد ياخذ كره ويدور يعمل بيفو ويدور ويدخل يسدد في المرمى. معناها الحل انه يلزم لاعب في نفس القامه نتاعو باش نجم يصير المحاصره نتاعو. معناها واضح الحلول نجم يلقاها عاد الحيح بسهوله في مباراة اليوم خاصة من الناحية الدفاعية مع تركيز كامل للترجي. وهذا الذكاء نتاع بن صالح انه مركز على لاعب الدائرة باش يسجل الهدف رقم 12 وكان نعمله تقريبا 50% تسجلوا من وسط من الدائرة. وممتاز دريس الدريسي والعودة وفما لاعب لانه دخل في منطقة الستة امتار بالتالي الكرة ترجع للترجي. الهجوم المعاكس واحد ضد واحد بوغانمي ويسجل كي من دريس الدريسي ومن البوغانمي عملية الفان تدخل على 6 أمتار وتمكن تسجيل الهدف رقم 13 مقابل 10. الترجي ما خلاش النادي الافريقي يرجع له في المباراة رغم تصديات الحارس رغم الأخطاء في دفاع الترجي التونسي. ومع ذلك الترجي قد محافظ على فرق 3 أهداف إلى حد الآن. هو في الحقيقة النادي الافريقي تقريبا عنده مشاكل بالجملة على مستوى الهجوم باستثناء الاهداف اللي شفناها مجهودات فردية ما شفناش دي كومبينيزون يعني واضحين وخدمة كبيرة في وسط الهجوم. هنا ايقاف اللعب لمسح ارضية القاعة او بعض ربما. على كل حال يتم ايقاف اللعب في اللحظات هذه من ثنائي التحكيم وباش يرجع الهجوم بامتلاك للنادي الافريقي اللي قلنا عديد المشاكل على المستوى الهجومي رغم التغييرات اللي قام بها المدرب عادل حيحي في الشوط الاول واقحام عديد اللاعبين. لكن الى حد الان الترجي دفاعيا منظم وكان به قاري مليح النادي الافريقي مره اخرى يتوالى الهجوم للنادي الافريقي وكان به الثنائي التحكيم يتاهب الاعلان على اللعب السلبي. بالفعل يرفع اليد نتاعو البيجي فرح اخر تسديده ربما زبير السيس بمفرده يربح رميه 7 امتار. هذا اللي كنا نحكيه عليه تقريبا باستثناء زبير السيس وبعض اللاعبين على مجهودات فرديه يلقاو في الحلول من وسط دفاع الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي يطويل الهجوم نتاعو ما يلقاش الحلول يضطر واحد من الملاعبيه باش ياخذ المسؤوليه على عاتقه ويكمل العمليه على غرار العمليه هذه. كان الدفع واضح رغم انه الجزيري موه انه ما مسش سيس في العمليه الاخيره. هو الدخول 6 امتار ولا يعني هذا هو سؤال. لكن تصدي ممتاز تكمل ومرتين برافو دريس الدريسي يعرف برشا ملاعبيه لعبوا ضده لعبوا معاه لعب فريق درب معاهم يعرفهم في المنتخب يعرفهم في فريقه السابق النادي الافريقي بالتالي قاعد اداء كبير لدريس الدريسي. مع تحيه للزاني مدرب الحراس في الترجي الرياضي التونسي سليم الزاني اللي توا هو المدرب الحراس في الترجي الرياضي التونسي يعطي من خبرته من يمكن الفيكو نتاعو كحارس مرمى سابق للمنتخب وللترجي الرياضي التونسي. جيلاني مامي يلعب الكوره مع محمودي في تنسيق اللعب وعبد الحق بن صالح يدخل بسرعه ويسجل. عبد الحق بن صالح المراوغه الدخول اكسترن انترن وبعدها يتمكن من التسجيل. الكره تمشي للجناح مجددا وفما دخول بقوه من رمزي مجدوب. ولهنا عادل حيحي يطلب من اللاعبين نتاعو باش يتريثوا ما يزربوش ما يزيدوش ياخذوا فارق رغم انه الترجي التونسي منقوص من اللاعب. هاي الاعاده نتاع الهدف عبد الحق بن صالح هدف كلاسيكي يعني اللي عودنا به بن صالح كل ما يلقى المساحات يلعب برشا على ساقيه عمل فان تلقى المساحه خذ المسؤوليه على عاتقه وكمل عمليه في شباك النادي الافريقي. والتسارع من جديد في النادي الافريقي خليه يخسر هجوم ويعطي فرصه للترجي باش ياخذ فارق
فارق مع 5 في اعتباري شخصي. تقريبا رجل الشوط الاول هو حارس الترجي التونسي ادريس الدريسي اللي قدم شوط اول متميز وتصدى العديد الكرات. في المقابل النادي الافريقي مشاكل دفاعيه بالجمله وغياب الحلول الهجوميه باستثناء بعض المجهودات الفرديه من زبير السيس واحيانا كذلك حسين الضويوي اللي غادر مع بدايه المباراه. الترجي التونسي قاعد يجري في المباراه بكل ذكاء، يعود كالعاده عبد الحق بن صالح يوصل الكره للاعب الدائره. تقريبا نفس العمليه والاقصاء بدقيقتين في العمليه هذه او لا، الحكم يعطي رمية 7 امتار في انتظار انه بالفعل الاقصاء بدقيقتين. تقريبا نفس المشكل هو محور دفاع النادي الافريقي واللاعب اللي حاصر حشيشه على مستوى خطه اللعب الدائره، قاعد يلقى في برشا حلول النادي الافريقي، كل عمليه تنتهي على لعب الدائره. جيلاني مامي هو اللي باش ينفذ رمية 7 امتار في انتظار إشارة التنفيذ في مرة أولى وفي مرة ثانية بعملية فردية، يحط الكرة فوق رأس الحارس، يعني ما كانتش قوية لكنه يلقى الحل ويرفع الفارق مع 5 في اللحظات هذه قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. ولأول مرة في المباراة الترجي التونسي ياخذ مع 5 على حساب النادي الإفريقي وحيرة المدرب عادل حيحي ربما، لأنه تعرف سيد دخل ملاعبي في نفس طول حشيشة، الملاعبي ما خرجش في الوقت المناسب قام بالخطا ورميت 7 امتار وكان ينجم تكلفوا دقيقتين الملاعبي هذا، وهو دقيقتين بالفعل للاعب النادي الافريقي فراس جليدي، والكره باش ترجع لفيت النادي الافريقي بعد مشي بالكره فراس جليدي يغادر، معناها الفريق يخسر ملاعبي وزيد يقبل هدف مع مره اخرى مع لاعب دائره، والكره باش ترجع لفيت النادي الافريقي. النادي الافريقي منقوص من اللاعب باش يلعب الهجوم هذا الذويوي، يحاول يوصل زبير السيس، دفاع جيد من الترجي التونسي فما سهوله لانه كل ملاعبي كل مدافع كل زوج مدافعين يحصروا ولا مهاجم فقط، وفما الكره خارج الميدان، كره خارج الميدان. الافريقي بصراحه لم يتعامل تكتيكيا كما يجب مع الشوط الاول، معناها مع الرؤيه نتاع الشوط الاول دفاعا وهجوما مع دفاع الترجي ومع هجوم الترجي مع الامكانيات الكبيره للاعبيه الترجي والخبره الكبيره نتاع لاعبيه الترجي. يدخل محمودي يلعب كظهير ايسر في تشكيله الترجي التونسي، جلوز مع مامي، توصل عبد الحق بن صالح دور الكره في هجوم الترجي التونسي، جيلاني مامي وصل الكره بسرعه كبيره برشا، الكره من الظهير للظهير والحكم ثبتوا في العمليه اقرار الهدف لانه هدف ما كان متاخر شويه ثنائي التحكيم ربما كان يعتقد الكره حكم بس. الساحه اشار انه فماش هدف، وحكم المرمى الدور نتاعو اشار لوجود هدف، الكره دخلت المرمى معناها واضح الهدف 16 معناها هذا دور حكم المرمى. انيس الباجي هو اللي اعطى لاكور للهدف وبالتالي تم احتساب الهدف 16 10 6 اهداف فارق، الفارق ولا كبير في قصر هذا بالمنزل اللي فات الترجي الرياضي التونسي قبل دقيقتين 15 ثانيه من نهايه الشوط الاول. قاعده تصعب المباراه على النادي الافريقي مع الفارق الكبير، يخرج الياس حشيشه في محاصره لاسكندر زايد، شنو الحلول نجم يلقى النادي الافريقي؟ النادي الافريقي الملاعبي ما عندوش ملاعبي اللي نجم عمل له الفارق بمفرده، صحيح اسكندر زايد عنده امكانيات لكن وقت اللي يبدا فما ريدولول وريدو الثاني عليه يغطيوا عليه، رغم انه في المره هذه ولقى الحلول غلطه الياس حشيشه والكره ترجع لفيت الترجي الرياضي التونسي. الدقيقتين مازالوا على نهايه الشوط الاول. الياس وكره تخرج حمدي عيسى، يرجع الجيلاني مامي، الكرة اللي فاتت الترجي الرياضي التونسي والوقت المستقطع للترجي الرياضي التونسي، معناها وقت مستقطع ما نجمش يغير برشا حاجات في نهاية الشوط الأول قبل دقيقة ونص تقريبا 16-11 سيد على اللي فاتت الترجي الرياضي التونسي أمام النادي الإفريقي. شوط أول للترجي حكم فيه تكتيكيا في تغيير أقل أخطاء نقولوا الترجي التونسي اللي حسم الفارق هو كان أذكى وجير الفارق اللي خذاه منذ بداية المباراة. النادي الإفريقي كان متأخر في بداية المباراة لكن فهم شو يعمل نجيب الثير في التغطية وين يلعب وين نقطة قوة، الكرة تكمل على الظهير الأيمن نتاع فريق النادي الإفريقي حسين الضويوي، سكر عليه المنافذ ما عادش عنده حلول مع تصديات مع حارس يعمل لك 6 تصديات 7 تصديات في شوط أول. من الناحية الهجومية ما عندكش قلق لأنه كل كروزمون كل تقاطع تلقى لاعب دايره بمفرده ولا تلقى بلاعب دايره معناه موش محاصر كما يلزم معناه تلقى الحلول، وهذا لانه 16 هدف في شوط معناها اداء جيد للهجوم الترجي.
على كل حال ان شاء الله نادي الافريقي يستفيق على الاقل حتى المتعه وتشويق المباراه. نعرف مباراه اجوار، تمنينا حضور الجماهير في مباراه دائما لا تبوح باسرارها في اللحظات الاخيره بين فريق الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. كما قلنا في مطلع النقل، النقطه السلبيه الوحيده هي المدارج الصامته، هناك نباع حصه تدريبيه تقريبا في قصر رياضه بالمنزه. ان شاء الله كره اليد التونسيه وخاصه عشاق الرياضة هذه اللي فرحت برشا التوانسة، إن شاء الله الجماهير تعود، خاصة وإحنا قادمين على مرحلة البلاي أوف. تقريبا آخر الهجومات في الشوط الأول للترجي الرياضي التونسي. بن صالح ممتاز، الفانت يحاول يوصل العملية، لكن دفاع النادي الافريقي رمي 9 امتار قبل دقيقه تقريبا، بعض الثواني على نهايه الشوط الاول، رغم انه بن صالح حب يبحث العمليه الاخيره. الثراء نتاع الفنيات والزيد الفني نتاع بن صالح، انترن اكسترن، يغير اكسترن انترن، قاعد كل مره يضيع في المدافعين، وهذا اللي عمل في العمليه الاخيره. مرة أخرى بن صالح يحاول باش يبحث على عملية باساج دوبراتو، فالتسديدة يسبقوا، يعني هنا قيمة حراس كرة اليد محضرين المباراة، تقريبا عارف الزاوية اللي يسدد فيها اللاعب، يسبق للزاوية وياخذ الكرة، يرجع الهجوم السيس من 9 أمتار مرة أخرى، يجاوب حارس الترجي الرياضي التونسي دريس الدريسي ويعود الامتلاك للنادي الإفريقي. تقريبا مباراة داخل المباراة بين الدريسي وحارس النادي الإفريقي في العملية الأخيرة. اقصاء بدقيقتين أنيس المحمودي بالفعل، رغم انه يقول يعني والله ليه بصريح العباره، لكن ثنائي التحكيم البيجي وفرح في حوار حتى طريف يعني بين المحمودي والبيجي في العمليه الاخيره. رمي 9 امتار قبل بعض الثواني على نهايه الشوط الاول، مع 5 دائما للترجي اللي حاول يحسم الشوط الاول ويعود لحجرات الملابس باسبقيه معنويه باعتبار فارق 5 اهداف مهم. دخول بقوه هنا او لا، شنو يقول الحكم؟ رمي 9 امتار رغم احتجاج بنك الترجي قبل الثواني الاخيره. رمي 9 امتار، كيفاش باش يتعامل النادي الافريقي مع الثواني الاخيره من المباراه؟ السيس من 9 امتار، اسكندر زيد يوصل الكره، لاعب الجناح اللاعب حمزه المهذبي وصل في الاخير، مازال الهجوم للنادي الافريقي مقطوع الهجوم المعاكس قبل 7 ثواني. البوغان موجه لوجه والتصدي، التصدي من حارس النادي الافريقي يخلي النتيجه على حالها 16 مقابل 11 تقريبا. استفاقه حراس المرمى في اخر الشوط الاول، تقريبا شفنا 3 أو 4 تصديات على التوالي، ذكر حكم على الشوط الاول باش ينتهي بأسبقية الترجي الرياضي التونسي مع 5-16 مقابل 11 ذكر. عنا ضيف مع جمال الحسناوي، يلا تكتشفوا في المباشر، تفضل. شكرا جميل. لكم، اذا ما نلقاوش افضل من ناخبنا الوطني باش نحلوا معاه الشوط الاول. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى، نرجع للشوط الثاني في درب العاصمة في قصر رياضة بالمنزة، الجولة 22 لبطولة الوطنية كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي. شوط أول انتهى 16-11 لفايت الترجي الرياضي التونسي. شوط أول بدا الإفريقي كما يلزم وكملوا الترجي الرياضي التونسي بامتياز من خلال تقدمه بخمسة أهداف فارق. انطلاق الشوط الثاني الآن، وأكيد سيد نبداو معاك بتشكيلة الفريق النادي النادي الافريقي. بالفعل بالنسبه للنادي الافريقي، مروان السوسي، سيف الزيري، حمزه المهذبي، فراس الجليبي، زبير السيس، اسكندر زيد، مختار الكوري، بلال عتيق، ريان عطيه، مهدي وزر، زياد الوسلاتي، حسين البديوي، رمزي مجدوب، وازر بشيخ، ياسين بوتفاحه، واسامه الرميكي. هذا بالنسبه للنادي الافريقي ذكر. بالنسبه للترجي، حمدي عيسى، جيلاني مامي، انيس محمود، ادريس الدريسي، محمد علي بحار، مصطفى بن فضل، عبد الحق بن صالح، الياس حشيشه، امين البدوي، طارق جلوس، بلال العبدلي، جياد عرعار، شفيق بقديده، اسامه الجزيري، اسامه البغان، ايمن حماد، عاد الحيحي يدرب الافريقي، نجيب بن ثير يدرب الترجي التونسي، البيجي وفرح ثنائي التحكيم في مباراه اليوم. الشوط الثاني كيفاش بتكون ملامحها التكتيكيه بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي؟ الافريقي يحاول يرجع في المباراه، ممتاز اسكندر زيد يدخل على 6 امتار، واقصاء دقيقتين، اقصاء دقيقتين للاعب الترجي الرياضي التونسي شفيق بوقديده في الكره الاخيره. اسكندر زيد عرف كيفاش يمشي، كيفاش يدخل في 6 امتار ويتحصل على رميه 7 امتار لفايت النادي الافريقي. زبير السيس في تنفيذ رميه 7 امتار، باش يخرج امين البدوي، ما يخرجش حوار ما بين سليم الزيني وامين البدوي، يقول له تقعد سليم الزيني مدرب الحراس باش يكون هو يرجع لحراسه المرمى، ما يدخلش ادريس الدريسي. زبير السيس في التسديد وممتاز،
ممتازة من البدوي يتصدى أولى الكرات سيد في الشوط الثاني وتصدي ممتاز لحارس فريق الترجي الرياضي التونسي أمين البدوي رغم أنه الترجي منقوص من زوز ملاعبية معناها إقصاء عنده زوز إقصاءات لمدة دقيقتين. وهذه الأخطاء اللي حكينا عليها تقريبا في الشوط الأول وسوء التعامل مع الوضعيات شفنا النادي الإفريقي ضيع تقريبا برشا كرات من مختلف المراكز من الأجنحة من لاعبي الدائرة من نقصوش من استحقاق الحراس اللي قدموا شوط أول نحكي على حارس النادي الإفريقي مروان السوسي وحارس الترجي الرياضي التونسي إدريس الدريسي. على كل حال يعود الترجي في الهجوم كرة لعب الدائرة حشيشة رغم أنه محاصر يلقى الحل لعب الدائرة تقريبا مثل خطر متواصل على دفاع النادي الإفريقي. بسرعة الإجابة يعود الإفريقي في الهجوم كرة للعب الجناح يفتح الزاوية ممتاز ممتاز لكن التنفيذ كان خارج حب يعمل عملية لوب رغم أنه فتح الزاوية وخذ المسؤولية على عاتق حامل القميص رقم 7 رمزي مجدوب لكن كورته كانت أعلى من الحارس. تقريبا ثاني هجوم على التوالي يخسر النادي الإفريقي ويعطي فرصة للترجي الرياضي التونسي باش يرفع الفارق رغم أنه الترجي متقدم في اللحظة هذه مع بداية الشوط الثاني ذكر مع 6-17 مقابل 11 لصالح الترجي. حشيشة السايس هذا الحوار في وسط الدفاع فريق النادي الإفريقي بين الياس حشيشة لاعب دائرة الترجي الرياضي التونسي وزبير السايس لعب النادي الافريقي دور الكره عبدلي يلعب الكره ولكن ترجع من دفاع الافريقي واستيماته من عبدلي بالكره مازالت لفيت الترجي الرياضي التونسي. محمد علي بحر تغييرات في تشكيله نجيب بن ثير محمد علي بحر يدخل كاساسي شفيق مخديده يدخل كجناح ايسر ايضا عبدلي في تنسيق اللعب في بلال عبدلي في تشكيله الترجي الرياضي التونسي مع انيس محمودي تشكيله ثانيه اذا استثنينا الياس حشيشه معناها تقريبا كامل تم تغيير كامل الفريق معناها فريق جديد حتى بحارس المرمى دخول بدوي مكان دريسي دريسي واضح جدا الترجي عنده معناها رصيد بشري ثري جدا في المقابل النادي الافريقي يحاول يتعامل مع المباراه واكيد المستقبل الافريقي بالملاعبيه الشبان اللي عنده قاعد يكون قاعد يخدم قاعد يلقى في ثمره نتاع تكوين في الفريق. اقصاء دقيقتين للاعب الذويوي حسين الذويوي يبدو لي هو اللي اقصاه الحكم لمده دقيقتين في التدخل الاخير ورمي 7 امتار بالفعل الذويوي وغادر لاعب النادي الافريقي خرط مخر على المهاجم ورمي 7 امتار التنفيذ لجيلاني مامي 17-11 3 دقائق 18 ثانيه في الشوط الثاني تنفيذ رميه 7 امتار لفيت الترجي الرياضي التونسي ترجي اللي اخفق في زوز رميه 7 امتار واللي يسجل يسجل اختار حل سهل جيلاني مامي ويتمكن من تسجيل الهدف 18-11 ترجع الكره مجددا للنادي الافريقي. الحوار بين دفاع وبين هجوم مش قاعد يلقى الحلول للنادي الافريقي في الوضعيه هذه قدام السرعه نتاع هجوم الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي يحاول كل مره يلقى حل لسرعه الترجي الرياضي التونسي وتعامل الترجي مع الهجوم. تقاطعات في هجوم النادي الافريقي تمشي لاسكندر زيد اسكندر زيد يلعب مع زبير السيس توصل للرميكي مجدوب تخرج الكره من الجناح للظهير لاسكندر زيد مازال يلقى الحاول يلقى الحلول للرميكي ممتاز رميكي يدخل على 7 امتار وال 9 امتار لفيت النادي الافريقي 9 امتار للنادي الافريقي. المحاوله الاخيره كانت من الشاب الرميكي اسامه الرميكي لاعب رقم 27 عنده الكره 9 امتار لفيت الفريق النادي الافريقي يرجع الثنائي التحكيم الكره من المركز نتاعها من نقطه الخطا. اسكندر زيد قدامه 3 ملاعبيه اسكندر زيد وفما الاعلان على اللعب السلبي اعلان على اللعب السلبي كره لفيت الترجي الرياضي التونسي الهجوم بسرعه بلال العبدلي يلعب مع جيلاني مامي جيلاني مامي بلال العبدلي بلال العبدلي والتغييرات يدخل لانيس المحمودي مكان حمدي عيسى في الهجوم. الدقيقة الخامسة في الشوط الثاني 18-11 7 أهداف فارق والإفريقي منقوص من اللعب. نفس المشكل مازال متواصل في النادي الإفريقي هو الإخفاق الهجومي وعديد المشاكل الدفاعية وأخطاء كبيرة خلت النادي الإفريقي يعجز على مسيرة نسق الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة يخسرها لعب الجناح للترجي الرياضي التونسي يعود الامتلاك بسرعة للنادي الإفريقي. زبير السيس يحب يوصل كرة لزيد يرجع للسيس على ثبات من 9 أمتار لكن تصطدم كرة في مدافع ويبقى الامتلاك تقريبا للنادي الإفريقي في شوط ثاني. دخلوا كما يلزم الترجي الرياضي التونسي
كنا ننتظر استفاقة الإفريقي في الشوط الثاني، رغم أنه المدرب عادل حيحي قام بإقحام عديد اللاعبين وبدل يعني حتى في الرسم التكتيكي في الدفاع، غير من 3-3 ل 0-6، وفي الهجوم بقى محافظ تقريبا على نفس الثنائي اللي يلعب خارج الستة أمتار، نحكي على زيد وكذلك زبير السيس. مقطوعة الكرة من حمدي عيسى، لكن الحكم يقول رمي 9 أمتار، يبقى الهجوم لصالح النادي الإفريقي وفرصة لتقليص الفارق 18 مقابل 11. دائما أسبقية الترجي، يعود الإفريقي في الهجوم، الكرة عن طريق اللاعب رقم 7 رمزي مجدوب، يوصل الكرة للسيس ممتاز، يرتقي من 9 أمتار تقريبا، قاعد يأمن في كرات عديدة وأهداف في أوقاتها، يخذ المسؤولية على عاتقه كل ما يلقاش الحلول النادي الإفريقي، يلقى اللاعب زبير السيس اللي تقريبا سجل من جميع المراكز من اليمين من اليسار، لقى الحلول وغالت الحراس. هذا تقريبا ما خلى سليم الزهين يحكي مع حراس المرمى على طريقة التسديد بالنسبة لزبير السيس. يعود الترجي في الهجوم، المطالبة بتسعة أمتار لكن ما فما حتى شيء، بسرعة عكس الهجمة، كورة عن طريق اللاعب حمزة المهذبي ينجح ويقلص الفارق. استفاقة الإفريقي وزوز أهداف على التوالي تعطينا إلا 5 وتقليص الفارق من جديد لفريق باب جديد. يعود الترجي في الهجوم من جديد، يخسر الكورة الترجي لكن يبقى الامتلاك المحمودي من 9 أمتار، ما ينجحش حب يلمس الكرة حارس النادي الإفريقي مروان السوسي لتأمين الامتلاك، لكن الكرة كانت أطول من اللازم وتخرج، يبقى الامتلاك لصالح الترجي الرياضي التونسي رغم اقحام عديد العناصر على غرار المحمودي وكذلك العبدلي في السباعي اساسي جديد هو ذاك، علاش لحد الان الترجي ما لقاش الاليات نتاعو اللي لقاها في الشوط الاول. واضح جدا انه فريق الترجي قاعد يبحث من جديد على طريقه لتجاوز دفاع النادي الافريقي، في المقابل الافريقي تقريبا بقى محافظ على نفس التشكيله. كره ترجع لفيت الترجي التونسي، جيلاني مامي بمحاوله فرديه باش يحاول يمر وترجع الكره للنادي الافريقي، الهجوم معاك سريع، حمزه المهذبي يلعب الكره مع مجدوب ويسجل الهدف 14. واكيد نتصور انه نجيب الثير باش يطلب الوقت المستقطع الفني بعد شويه، نتصور نجيب الثير معناها باش يحاول انه رغم انه مازال فما فارق 4 اهداف فارق، لكن الاستفاقه ممتازه للنادي الافريقي دفاعيا، فريق ولا يلعب قوي، يمشي قدم في مستوى 5-1، قاعد يحاول انه كل مره 55 مختار الكومي قاعد يحاول هو يقدم في دفاع او في راس جليدي، في راس جليدي كوره لفات الترجي الرياضي التونسي والتغطية ممتازة، الكرة ترجع لفيت النادي الإفريقي، الهجوم المعاكس، حمزة المهذبي وجه لوجه ويسجل ريكوليت جيد جدا 18-15، والوقت المستقطع كما أشرنا وقت مستقطع 3 أهداف فارق، يرجع النادي الإفريقي 16-11 الشوط الأول 5 أهداف، يرجع في مستوى إلا 3-18-15، خاصة التعامل الدفاعي أصبح جيد في النادي الإفريقي، في التغطية على لاعب الدير اللي يصح شيشة معاش تخلط له الكرة، والتغطية على الخط البازارير نتاع فريق الترجي الرياضي التونسي، هذا اللي عمل الفارق إلى حد الآن. في المقابل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي غير سباعي كامل أساسي، يلزم وقت باش يلقى حلول من ناحية الهجومية، نصور السباعي هذا ما لعبش حتى مع بعضه قبل، معناها السباعي الأول مستانس هو سباعي أساسي، لكن تغير 7 ودخل 7 أخرين تنجم تصير لك اضطراب في المستوى الهجومي، وهذا اللي صار إلى حد الآن في الترجي الرياضي التونسي. واضح جدا انه بالنسبه لنجيب بن ثير سيد انه يحضر في البلاي اوف، معناها مدرب قاعد يحاول يلقى حلول لمرحله البلاي اوف. المقابله هذه صحيح تهمه من الناحيه المعنويه، يلعب دربي، يلعب ضد الافريقي، ديما الدربيات فيهم نكهه خاصه، فيهم رؤيه خاصه للجمهور للمسؤولين للملاعبيه، لكن بالنسبه لي التفكير الاهم بالنسبه لي هو مرحله البلاي اوف، والفرق هذوما باش يعاودوا يتقابلوا مرات اخرين في مرحله التتويج مرحله البلاي اوف. نهايه الوقت المستقطع، شنو اللي غير المدرب نجيب بن ثير؟ اكيد ما غيرش الملاعبيه، لكن غير من الرسم التكتيك نتاعو باش نشوفوا بالضبط شنو اللي صار بعد الوقت المستقطع. شفيق بوقديده يلعب كجناح في تشكيله الترجي التونسي، جناح ايسر مع ظهير ايسر، يدخل انيس المحمودي، بلال العبدلي، انيس المحمودي حركيه كبيره برشا في راس جليدي، قاعد يقلق برشا في هجوم الترجي الرياضي التونسي. لاعب رقم 55 دور الكره بلال العبدلي، تمشي محمودي، يحاول يلعب محمودي ويدخل على 7 امتار و6 امتار، وفما كره
تمشي 9 امتار لفيت الترجي الرياضي التونسي. تغطية جيدة جدا من أسامة الرميكي. تحسن أداء دفاع النادي الإفريقي، تقريبا قطع 3 كرات وسجل 3 أهداف على التوالي، مما خلى الترجي الرياضي التونسي يمر بفترة فراغ تقريبا 4 أو 5 دقائق كاملين. الترجي ما لقاش الحلول في هذا الشوط الثاني. يعود الترجي عملية تسلسل توفى على لاعب الدير، يعني فنيات كبيرة بالمعصم، يختار القائم الأول وغارة الحارس محمد علي بحر هو وراء العملية هذه بامتياز. محمد علي بحر كي كبير عمل التونداريخ ذا وقته في الهواء وحط الكرة بريكولات غالت في القائم الأول، غالت السوسي اللي صعيب السجل له كرات كيما مروان السوسي. كرة ترجع لفيت النادي الإفريقي، يدخل معاذ مكان في راس جليدي 19-15 أربعة فارق 10 دقائق في الشوط الأول. أسامة الرميكي ياخذ مكانه ويلعب كأساسي في كظهير أيمن في تشكيلة النادي الإفريقي. أسامة الرميكي تمشي زبير السايس تبادل الكرة ممتاز على الدائرة ممتاز، وتصدي أروع تصدي أروع لأمين البدوي. العملية هجوميا عملية تدرس التقاطع كيفاش يحروا لاعب الدائرة، تحرر لاعب الدائرة خذاها بسهولة لاعب الدائرة، لكن التسديد في المرمى وتأطير الكرة كما يلزم بعدها، لأنه حراس كرة اليد معروف سيد أنه ديمي فولي معنى الكرة نصف الطائرة هي أسهل كرة بالنسبة لحارس كرة اليد، حتى لو نصف الطائرة تصدي له ما تتعداش قدام أمين البدوي. هذا اللي عمل الفارق في الكرة الأخيرة. الحوار فما أداء وفما مستوى قاعد يرتفع الأداء والمستوى. عبدلي تمشي الكرة عملية الدوران وممتاز ليش حشيشة الياس حشيزه يسجل الهدف 21-15 لفيت الترجي الرياضي التونسي امام النادي الافريقي، او 20-15 الهدف 20-15 لفيت الترجي الرياضي التونسي امام النادي الافريقي. والانذار لعادل حيحي في العمليه الاخيره، كانت فما احتجاج من عادل حيحي على ثنائي التحكيم والانذار، عندنا انذار من هنا وانذار من هنا. الشوط الاول نجيب الثائر، الشوط الثاني عادل حيحي 5 اهداف فارق، صحيح فما فارق لكن صحيح قاعد الأداء يتطور في المباراة. بالفعل تحسن الأداء وخاصة النادي الإفريقي اللي رجع في المباراة وقلص الفارق إلا 4 منذ قليل، لكن عودة الترجي الرياضي التونسي في الحقيقة النادي الإفريقي منذ قليل كان أمام فرصة من أجل تقليص الفارق إلا 2. تعود الكرة حمزة المهذبي يربح رمية 9 أمتار، يبقى الامتلاك لصالح النادي الإفريقي اللي استفاق في الشوط الثاني بلغة الكرة، يعني ما عادش عنده ما يخسر النادي الإفريقي، يلعب الكل في الكل من أجل العودة في المباراة. كالعادة الزبير السيس ترجع له الكرة، ينطلق يعمل عملية انطلاق الجناح حمزة المهذبي، توصل الكرة زبير الاساس من 9 امتار يلعب على ساقيه، وصل الكرة لاعب الدائرة، لكن من جديد رمي 9 امتار لصالح النادي الافريقي ويبقى الامتلاك من جديد لصالح النادي الافريقي، وتغيير الكرة بطلب من ثنائي التحكيم، لكن يبقى الهجوم دائما لصالح النادي الافريقي. زبير الاساس تعود الكرة اسكندر زيد الى اللاعب رقم 27 مقطوعة من جديد، يبقى الامتلاك لصالح النادي الافريقي. وسام الرميكي تعود الكره زيد، التنبيه باللعب السلبي يمشي السيس زوب ممتاز ممتاز، الزيد يكمل العمليه بمفرده موه باش يمرر، لكن يكمل العمليه وينهيها في شباك الترجي الرياضي التونسي وقلص ويرجع الفارق من جديد الا 4. هنا النادي الافريقي اصبح يتعامل بذكاء مع الوضعيات الهجوميه، رغم انه الترجي الرياضي التونسي حاول تحسين دفاعه في الشوط الثاني، لكن الافريقي تقريبا كي نعملوا مقارنه بين الشوط الاول والشوط الثاني تقريبا حتى في الاهداف النادي الافريقي متقدم على الترجي في هذا الشوط الثاني وقاعد يخلق في عديد المشاكل. لكن هنا نذكروا خيارات من المدرب بن ثاير اللي ربما في ذهنه باش يدور الافكتيف ويشارك أكثر عدد ممكن من اللاعبين. يعود الهجوم لصالح النادي الإفريقي، فرصة تقليص الفارق ممتاز، رقم 7 رمزي مجدوب، تقريبا الهجوم المعاكس هو السلاح الإفريقي في هذا الشوط الثاني، 4 أو 5 أهداف. سوء وتقدير من الترجي، يخسر كرة في الهجوم تساوي هدف من هجمة معاكسة للنادي الإفريقي اللي يرجع في المباراة تقريبا قبل انتصافها بـ3 دقائق. نلعب دقيقة 12-20 مقابل 17 دائما الترجي الأسبقية، تصدي جديد من الحارس
مروان السوسي، لكن الحكم يقول رمي 9 امتار لصالح الترجي. هو المؤكد سيد انه الترجي مش باش يطول نجيب بن ثاير باش يرجع الملاعبيه الاساسيين او الملاعبيه المفاتيح نتاعو. نحكي على عبد الحق بن صالح، نحكي على الجزيري، معناه تقريبا هذوما الثنائي اللي المفروض انه يرجعوا في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. في المقابل النادي الافريقي يواصل بنفس الاداء بنفس الاندفاع، لانه الشوط الثاني دخل النادي الافريقي باندفاع برغبه كبيره برشا باش يرجع في المباراه ويقلص الفارق، واول مره يرفع ثنائي التحكيم يديهم للاعلان على الوقت السلبي، لكن يتمكن انيس المحمودي من تسجيل الهدف. 21 17 كرة ترجع لي فيت النادي الافريقي تقريبا ثانيه كانت او اثنين على الاعلان على اللعب السلبي. انيس محمودي بخبره كبيره برشا يتمكن من التسجيل، فما المرور بقوه من المهذبي، ترجع الكره اللي فاتت ترجع التونسي عبدلي، بلال العبدلي توصل للجناح محمد علي بحر يفتح الزاويه وفي القائم نونو يسجل، يسجل هدف 22 22 17. الترجي حس بالخطر بسرعه مع اخطاء في دفاع النادي الافريقي، دخول بقوه من المهذبي كان المفروض يكون متريث اكثر ويلعب كوره لانه قاعد يخلط المرمى الحارس امين البدوي، لكن الترجي استغل الفرصه وتمكن باش يرجع في مستوى 5 اهداف فارق 22 17 مع اداء افضل للنادي الافريقي في الشوط الثاني ودقيقه 14. اسكندر زيد يلعب مع زبير سيس، اسكندر زيد توصل اسامه الرميكي، تبادل كرة تقاطعات، يدخل لاعب دائرة ثانية أسامة رميكي مع معاذ، كرة توصل لفيت النادي الإفريقي حاولت الدخول وفما الخطأ لفيت النادي الإفريقي. 9 أمتار للنادي الإفريقي، 9 أمتار للإفريقي. زبير السايس يلعب زوز لاعبي دائرة، كنا قلناه الخيار هذا فيش ممتاز معاذ، ممتاز الهدف 18 22 18. قلنا في الشوط الاول انه حل من حلول بالنسبه للنادي الافريقي يلعب زوز لاعبي دايره، وهذا لقى الحلول سيد وتمكن من تسجيل الهدف 18. بالفعل يعود النادي الافريقي على مستوى الهجوم، خلينا نقول للامانه افضل النادي الافريقي على المستوى الهجومي في هذا الشوط الثاني، خير من الشوط الاول باعتبار انه برشا اخطاء وفقد برشا كرات على قله التركيز، لكن في الشوط الثاني ابدا وحتى بالحساب سيد 11 هدف في الشوط الاول، والنادي الافريقي الان مسجل معناها 7 اهداف في 15 دقيقه فقط، معناها فما فرق حتى في توزيع الاهداف على الدقائق. بالفعل الترجي الرياضي التونسي وتواصل المشكل الهجومي في الشوط الثاني بعد تحسن والاستحقاق لدفاع النادي الافريقي اللي اصبح يخدم برشا، قلص من خطوره لاعب الدائره محمد الياس حشيشه، وكذلك غياب وخروج عبد الحق بن صالح او كان يبي يسمع فيه المدرب نجيب يرجع بن ثاير باش يرجع بن صالح، بن صالح يعني في اللحظات هذه في خطه التنسيق وكالعاده تقريبا نفس لعب الدائره يبقى محافظ على مكانه حشيشه والتنسيق يعود. اللاعب الوحيد لما خرجش الى حد الان هو الياس حشيشه منذ بدايه المباراه، معناه هو اللاعب الاساسي اللي لعب الى حد الان 45 دقيقه كامله. يعود بن صالح في تنسيق العمليات الهجوميه للترجي الرياضي التونسي، يمشي اللاعب بن صالح في التنسيق، توصل الكره من جديد الى بن صالح، يحاول باش يلعب على ساقي يسدد من 9 امتار، هاي الخبره تقريبا نتاع بن صالح ياخذ المسؤوليه على عاتقه من 9 امتار، عمليه فانت مباشره في الزاويه الاولى، كره صعيبه على الحارس السوسي مباشره الهدف رقم 23 كما قلنا، وفنيات كبيره للمنسق بن صالح اللي رغم قصار القامه نتاعو يعني قاعد يلقى في الحلول وطريقته الكلاسيكيه اللي عودنا بها بن صالح في تنسيق العمليات الهجوميه. يعود كره من جديد اسكندر زيد، عملية تقاطع يخرج المهذبي من مركزه كجناح ويصبح لاعب دائرة ثاني، توصل الكرة إلى زيد إلى اللاعب زبير السيس من جديد الرميكي، تعود الكرة ما زالت للنادي الإفريقي، التنبيه باللعب السلبي الرميكي وصل الكرة للجناح وممتاز العملية لكن يفقد الكرة والهجوم المعاكس للترجي، لكن تباطؤ كبير ويصلح الخطأ نتاعه رقم 27 في تشكيلة الترجي، رجع كرة من جديد ولخطة كبيرة في اللحظات هذه، يعود الامتلاك تسرع من زوز فرق، يعود الهجوم المعاكس حمزه المهذبي ممتاز ممتاز، هذه خبره المهذبي كجناح يلقى الحل ويقلص الفارق من جديد الا 4 نادي الافريقي 23 مقابل 19، يعني تقريبا في اقل من 30 ثانيه شفنا فرصه للترجي ثم فرصه للنادي الافريقي يخسر على اثر الكره، الترجي الرياضي التونسي يجي الهجوم المعاكس مباشره من الجناح حمزه المهذبي اللي تقريبا نسبه نجاح عاليه تقريبا في الشوط الثاني، لقى برشا حلول هو زبير السيس وكذلك اللاعب اسامه الرميكي اللي ملي اعطاه الفرصه عاد الحيحي في الشوط الثاني
قاعد يأكد في مستوى ممتاز هذا الحارس، لكن من جديد يجي هدف الجزيري في نفس الزاوية تقريبا للحارس مروان السوسي في توقيت 17 دقيقة. الترجي الذي التونسي يعود من جديد بعد إقحام ثنائي الخبرة اللي بدأ المباراة، نحكي على عبد الحق بن صالح وأسامة الجزيري، قاعد يلقى في حلول في دفاع النادي الإفريقي اللي رغم تحسنه في هذا الشوط الثاني، لكن الترجي الذي التونسي قاعد يجري في نسق المباراة وقاعد يستحفظ على الفارق اللي خذاه مع بداية الشوط الأول. ذكر كرة ترجع لفيت الترجي التونسي، تمشي الجزيري، أسامة الجزيري، أسامة الجزيري يفتح الزاوية ويسجل. شوف ملاعبية، هذوما ملاعبية اللي يعملوا لك قولوا مفاتيح، ملاعبي مفتاح شو معناه، وقت اللي تتسكر عليك الحلول هو يلقى لك الحل. دخل بن صالح سجل، دخل الجزيري سجل، هذوما يعملوا الدكليك يحروا الفريق بكامله. جزيري زوز أهداف على التوالي، قبله بن صالح ثلاثة أهداف، رجعوا الفارق لفيت الترجي الرياضي التونسي 25-19 مع 6 للترجي الرياضي التونسي. فما فرق النادي الإفريقي، الترجي النادي الإفريقي يلعب جماعي، فريق يدور كرة، عنده مجموعة من لاعبية شبان يحاولوا أنه يلقوا حلول جماعية. السايس بن زيد ممتاز ممتاز، فمشي بالكرة، فمشي بالكرة بالفعل، والكرة ترجع لفيت الترجي الرياضي التونسي، عمل خطوة زايدة زبير السايس. قلت فريق النادي الإفريقي اللي يلقى الحلول جماعي، وفريق الترجي الرياضي التونسي اللي عندهم لاعبية، عنده لاعب جماعي لكن عندهم لاعبية زايدة وقت اللي ما يلقاوش الحلول. رينا أنيس المحمودي تقريبا في آخر وقت قبل الإعلان على لاعب سلبي سجل وأنقذ فريقه من لاعب سلبي، ورينا الجزيري تو بن صالح عملوا الفارق ثنائي متميز جدا. كرة نفرحوا برشا كي نشوفوا لاعبية منتخب كيما هكا في الإفريقي وإلا في الترجي الرياضي التونسي، بن زيد وإلا مروان سوسي في النادي الإفريقي، وفما لاعبية الترجي خاصة البازاريير معناها الخط الخلفي لفيت الترجي الرياضي التونسي. بن صالح ممتازة، بن صالح التسديد وتصدي سوسي، وفما 9 أمتار، فما المتابعة كانت من ياسين بوتفاحة في الكرة الأخيرة، وتسعة أمتار لفيت الترجي الرياضي التونسي، حتى الأسبقية ثنائي التحكيم ثم رجعوا بالكرة. كرة لفيت الترجي، بن صالح يلعب مع بحر، تقدم في راس جليدي على عبد الحق بن صالح. الجزيري بن صالح الاعلان على اللعب السلبي، نصور لرفع اليد باش يكون من ثنائي التحكيم. كره ترجع لفيت الترجي الرياضي التونسي، لانه الترجي خذا وقته من الناحيه الهجوميه. 9 امتار حمدي عيسى باش يلعب، 9 امتار حمدي عيسى يدخل في التشكيله الاساسيه كلاعب دايره مكان الياس حشيشه. رفع اليد بالفعل الاعلان على اللعب السلبي، مطالب الترجي بالتسديد، هذه القوانين وهذه اللوائح في كرة اليد. عندك ثنائي التحكيم عندهم اجتهاد في قراءة اللعب وقراءة الهجوم، يهزوا يديهم وقت اللي يحسوا الفريق طول نسبيا وكان تفوق للدفاع يهزوا يديهم بشأنه على اللعب السلبي. بعد تقريبا ماهوش باش يتجاوز 5-6 ثواني الحكام مفروض انه يعلنوا على اللعب السلبي. كرة بتسديد ممتاز الحارس، ترجع الكرة لفيت النادي الافريقي، كان مجبر الترجي تزيد، ترجع الكرة للنادي الافريقي، ترجع لياسين بوتفاحة. ياسين بوتفاحة زبير السيس يعمل أبيل من بعيد 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 برشا، كرة فوق المرمى، تسرع في الكرة الأخيرة، كرة فوق المرمى، التقدم 25-19، 10 دقائق على نهاية المباراة. سيد اخر 10 دقائق من زمن المباراه مع 6 للترجي 25 مقابل 19، وتسرع زبير السيسي اللي بحث على تقليص الفارق، جاي مندفع يسدد من 9 امتار لكن كورته بعيده على الحارس محمد امين البدوي اللي كذلك بدوره قدم شوط ثاني محترم، الحارس الثاني للترجي رغم انه ادريس الدريسي هو اللي بدا المباراه وقدم شوط اول. في الحقيقه اليوم شفنا حراس ممتازين من النادي الافريقي، نحكي على مروان السوسي اللي تصدى لعديد الكرات، وكذلك زوز حراس الترجي الرياضي التونسي عبد الحق بن صالح يربح 9 امتار. ربما الاعلان على اقصاء بدقيقتين في انتظار بالفعل ثنائي التحكيم يشير باقصاء بدقيقتين على لاعب من النادي الافريقي بعد التدخل على عبد الحق بن صالح رغم احتجاجات يعني لاعبين النادي الافريقي، واكدوا انه العمليه ما تطلبش اقصاء بدقيقتين. على كل حال اجتهاد ثنائي التحكيم البيجي وفرح مره اخرى، عبد الحق بن صالح يلقى الحلول، مفرد يمشي ان كونتر ان واحد ضد واحد، يضرب على سقيه، لاعب يلعب جيد جدا على سقيه معناه عنده قوه كبيره برشا، يجبر فريق الافريقي على القيام بالخطا. دقيقتين يرجع خط الدفاع الافريقي في مستوى 6 امتار معناه ابلاتي على 6 امتار، وبالتالي الترجي يحاول يلقى الحلول بالتمريرات الطويله. كره من الجناح، ذكاء كبير برشا كامل مهذب باعاق نسبيا للاعب، ما تفطنوش الحكام، وممتاز مروان السوسي في الوقفه نتاعو تمكن من التصدي. بوتفاحه يلعب الكره للرميكي لهنا، توا الاسبقيه
الإفريقية والتفوق للدفاع الترجي من خلال التفوق العددي، لأنه الإفريقي منقوص من لاعب. 25-19 النتيجة للترجي قدام النادي الإفريقي، مازالوا 8 دقائق و45 ثانية على نهاية المباراة الجولة 22 لبطولة الوطني A في كرة اليد. النادي النجم الساحلي تعرف أنه هو صاحب مرتبة الأولى، يتحصل على 3 نقاط، يليه الترجي بنقطتين. وكما قلت الحوار غير مباشر بما كرم هدية، والنادي الإفريقي رغم أسبقية في الترتيب الآن للنادي الإفريقي اللي عنده 51 نقطة، مكرم هدية عنده 50 نقطة مع تصدي جديد لأمين البدوي حارس الترجي الرياضي التونسي. تعود الكرة بامتلاك للترجي كما حكينا على تصدية الحراس طوال المباراة وأهمية حراس كرة اليد كي يبدأ في يومه يعني، والإضافة الكبيرة اللي قدمها لفريقه. هذا مسار اليوم مع مروان السوسي بالنسبة حارس النادي الإفريقي، ومحمد أمين البدوي حارس الترجي اللي أخذ فرصته في الشوط الثاني وقاعد يقدم فيه أداء محترم. يعود عبد الحق بن صالح كالعادة في التنسيق، الجزيري كساعد على اليسار، و خروج اللاعب حمدي عيسى من مركزه كلاعب دائرة البحث على التسديد، لكن ما فما حتى شيء. المطالبة بسعمتار ثري التحكيم يقول ما فما حتى شيء بسرعة. الهجوم المعاكس للنادي الافريقي، اسكندر زيد يلعب على سقي يحاول باش يسدد، موجود دفاع الترجي الذي التونسي يرتكب الخطأ، رمي تسعمتار. الهجوم يبقى والامتلاك لصالح النادي الافريقي. خروج زبير السيس اكيد عنده دور كبير على المستوى الهجومي، لاعب طويل القامة يحبذ التسديد من مسافات بعيدة وقاعد يعطي في برشا حلول للنادي الافريقي. هذاك علاش او قاعد نشاهد فيه يتأهب ربما اللاعب رقم 66 ريان عطية هو اللي يدخل يعني لاعب الدائرة كلاعب دائرة ثانية. يصبح النادي الافريقي في انطلاقة الهجمة كما قلنا، ويدخل اللاعب حمزة المذبي كلاعب دائرة ثانية، ويجي الهدف، يجي الهدف من مسافة بعيدة. اسكندر زيد يتمكن من إضافة الهدف رقم 20، يرجع الفارق مع 5 دائما للترجي الرياضي التونسي. كما قلنا تحسن اداء النادي الافريقي واصبح يلعب تقريبا باصرار اكثر. الشوط الثاني متعادل معناها، لو كان بالحساب الشوط الاول 16-11، الشوط الثاني 25-20، نعمل الحساب معناها الشوط الثاني متعادل بين الفريقين مع تغيير الترجي في العناصر نتاعو في التشكيله الاساسيه، وفي المقابل النادي الافريقي ولا اصبح اكثر حماس واكثر اندفاع في اللقاء. على كل حال يعود الترجي من أجل تعزيز الفارق، والنادي الإفريقي من أجل العودة في المباراة، باعتبار أن نعيش مع بعضنا المنعرج الأخير. مازال أقل من 7 دقائق يفصلونا على نهاية المقابلة. رمي 9 أمتار كالعادة في التنسيق، لاعب عبد الحق بن صالح توصل الكرة للمحمودي، يرجع بن صالح يبحث عن المعاذ، يجي الجزيري حمدي عيسى توصل الكرة في مرة أولى في مرة ثانية، رمي 7 أمتار دخول في المنطقة، دخول في المنطقة كان واضح في العملية الأخيرة. عبد الحق بن صالح حب يكمل العملية ثنائي التحكيم فرح كان حكم المنطقة، تفطل الدفاع في المنطقة. حمدي عيسى وصل كورة، هاي الإعادة أمامنا لعبد الحق بن صالح يندفع، لكن كان هناك دخول في المنطقة. رقم 7 في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي الجيلاني مامي أخصائي، رميت 7 أمتار في تنفيذ الرمية الممتازة فوق رأس الحارس، يعني كرات تصعب على حراس مرمى كرة اليد، كان ما بحثش على القوة، بحث على الذكاء، حط الكرة فوق رأس الحارس ويسجل الهدف مع 6. يعود الفارق ووقت مستقطع، يطلب المدرب عادل حيحي لتعديل الأوتار وتقديم النصائح لأبناء فريق باب جديد. يعني مباراة كانت مشوقة، تمنينا حضور الجماهير في مباراة اليوم، أكيد رأوا أن السقف ارتفع باعتبار أنه مباراة أجوار ديما فيها تنافس وديما عندها رأوا نقاص، لكن الله غالب إن شاء الله قادمين على مرحلة البليوف، إن شاء الله الأداء يتحسن ويجي معاه الجماهير وترجع التشويق لرياض كرة اليد هنا في قصر الرياضة بالمنزه. ذكر واضح هو توجهات تاع النادي الافريقي، فريق يبني في مجموعه جديده، معناها اسماء متميزه، سيف الدين الزعيري، ريان عطيه، بلال عطيه، مختار الكومي، حسين الضوي، ومهدي وازم، لاعبيه عندهم امكانيات، واضح فنيا عندهم يقولوا في رواحهم، يزم برشا لاعب برشا كره. فما فرق رصيد بشري افضل، نحكيو عن النجم الساحلي متصدر طليعه ترتيب البطوله، نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، زيد بشري مع نقاط افضليه، تعرفوا معناها مرحله البلاي اوف فيها فرق باش تدخل بالبونيوس بنقاط الحوالي.
الحوافز، فيها فرق باش تدخل من غير نقاط حوافز، فما معناها اسبقيه في نقاط الحوافز، هذه كل عوامل تنجم تاثر على لقب البطوله في الاخر، لكن يبقى كل شيء وارد وكل شيء جايز. وكره اليد وراتنا انه متغيرات معناها تحصل في كل مقابله، وحتى مقابله محسومه مسبقا، ولهنا نحكي على اعلى ترتيب ونحكي على حتى على اسفل الترتيب على تفادي النزول، معناها الامور ما زالت ماهيش واضحه كما يلزم، رغم انه فما فرق عندها ممهدات نتاع نجاح من خلال الزاد البشري الكبير اللي عندها، ومن خلال ايضا الاسبقيه نتاع الحوافز. كره ترجع للنادي الافريقي في الخمسه دقائق و20 ثانيه الاخيره في المباراه، اسكندر زايد يتقدم دفاع الترجي التونسي على خط الخلفي للنادي الافريقي، والكره تمشي 7 امتار بالفعل لفيت الفريق النادي الافريقي المراوغه، والدخول للمنطقه 6 امتار، وخطا في الدفاع، دخول في المنطقه من هو العمليه قدامكم، شوفوا العمليه دخول في المنطقه كان تغطيه من محمد علي بحر، خلي ثنائي التحكيم يعنوا على رميه 7 امتار، وتنفيذ لاسكندر زايد ساعد من سواعد المتميزة في كرة اليد التونسية، اسم كبير مع منتخب الأواس ثم مع منتخب الأكابر، ويسجل لأمين البدوي الهدف 21 في الشوط الثاني في لقاء الجولة 22 لبطولة تونس في كرة اليد. الكرة ترجع وأكيد باش تحاول تتبعوا مقابلات البطولة الوطنية على الوطنية الأولى، تبعوا الفرجة، تبعوا التشويق كما قاعدين تبعوا في مقابلات كرة السلة، أيضا تبعتوا مقابلات الكرة الطائرة والأدوار النهائية، تتواصلوا وتتجدد مواعيد على القناة الوطنية الأولى وأيضا الثانية في مختلف الرياضات. الكرة لفيت الفريق الترجي التونسي، دور الكرة عبد الحق بن صالح، عبد الحق بن صالح ممتاز، عبد الحق بن صالح فنيات العملية نتاع المراوغة والتسديد من الثبات، معناها في ثواني معدودات يلقى الحل ويغالط الحارس، الحارس ما يمشوف كرة كي من هكا، هذا الزاد الفني الكبير والارسنال تكنيك الكبير نتاع عبد الحق بن صالح، اللي من المفروض عبد الحق بن صالح يرجع للمنتخب ويوفوا في المنتخب الوطني التونسي، هذا اللي نستناوه ان شاء الله من عبد الحق بن صالح. فما الاقصاء دقيقتين لشفيق بوقديدة في الكرة الأخيرة 27-21، إقصاء دقيقتين شفيق بوقديدة لاعب الترجي الرياضي التونسي. هو نذكركم بالمواعيد القادمة في كأس تونس، الموعد يوم السبت مع الدور النصف النهائي، الترجي الرياضي التونسي جندوبة رياضية النجم الساحلي جمعية الحمامات، ثم انطلاقا من يوم الأربعاء 2 مايو باش تكون مرحلة البلاي أوف، مرحلة التتويج، الجولة الأولى الأربعاء 9 مايو الجولة الثانية، السبت 12 مايو الجولة الثالثة، ثم السبت 19 مايو الجولة الرابعة، إن شاء الله في شهر رمضان المعظم. كرة من الجناح، التسديد ممتاز ممتاز، الحارس مرهبية، تفطن الحارس لتسديدة حمزة المهذبي يخلي فريقه متقدم 6 أهداف فارق 27-21. التعامل الجيد نتاع أمين البدوي في الكرة الأخيرة لحارس الترجي الرياضي التونسي. على كل حال نعيش اللحظات الأخيرة، مازال أقل من 4 دقائق على نهاية المباراة. فقط سيد باش نذكر أنه دور نهائي لكأس تونس باش يكون يوم السبت 2 جوان. إن شاء الله تشوفوا طبق كروي على غرار الموسم الفارط، مباراة كبيرة بين النجم والنادي الإفريقي اللي عاد بها اللقب، لقب الأميرة لفريق جوهرة الساحل. على كل حال ما نسبقوش الأحداث، يعود النادي الإفريقي في الدفاع والترجي في الهجوم، حمدي عيسى كلاعب بديرة كالعادة، بن صالح في التنسيق، المحمودي كساعد على اليسار، توصل الكرة إلى الجناح البوغانمي يفتح الزاوية، كورته خارج المرمى، يخطئ التسديد، أسامة البوغانمي حب يفتح الزاوية رغم أنه زاوية التسديد ما كانش مفتوحة، حاول باش يقطع الكرة، توصل الكرة للاعب الدائرة وينجح في تقليص الفارق لاعب النادي الإفريقي في اللحظات الأخيرة إلا 25-22، كان يبي حتى نسق انخفض في اللحظات الأخيرة يعني حتى معنويا اللاعبين، نتيجة المباراة تقريبا 99% حسمت للترجي باعتبار ما والواضح في مباراة اليوم أنه رينا برشا كرة من الأظهرة ومن لاعبي الدائرة، لكن من الأجنحة ما ريناش برشا كرة، تركيز كامل، الخطة التكتيكية من الجانبين فرضت على المدربين وفرضت على الملعبية أنه التركيز يكون على الأظهرة وسط الدفاع، على وسط الدفاع بالفعل. هذا أنيس المحمودي عنده الكرة يلعب للاعب الدائرة، يدور حمدي عيسى، وفما 9 امتار اللي فات الترجي الرياضي التونسي، 27-22 اللي فات الترجي الرياضي التونسي، نعرفوا مباراه الذهاب وفات اللي فات النادي الافريقي،
الترجي الإياب ياخذ الفارق لصالحه والكرة تمشي لفيات النادي الإفريقي. حمزة المهذبي بسرعة يسرع، حمزة المهذبي سدد وينجح، يغالط حمزة المهذبي. أميل البدوي كان تقريبا ما كانش واقف كما يلزم في المرمى ويغالط ويسجل هدف 27 23. دقيقة 30 ثانية على نهاية المباراة، مباراة الجولة 22 من بطولة وطنية في كرة اليد، والتقدم لفريق الترجي التونسي 27 23. وقت مستقطع نجيب بن ثير، تقريبا نفس التوقيت اللي خذاه في الشوط الأول، ما ناخذ وقت مستقطع نجيب بن ثير. بالفعل نجيب بن ثير رغم أنه الأمور محسومة في اللحظة الأخيرة وتقريبا الفارق مع أربعة، يعني صعيب على النادي الأفريقي العودة في المباراة في اللحظات الأخيرة، لكن في الحقيقة ذكر اليوم شفنا برشا نقاط إيجابية خاصة حراس المرمى من النادي الأفريقي، نحكي مروان السوسي اللي قدم مقابلة كبيرة، كذلك حراس الترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول إدريس الدريسي، وفي الشوط الثاني الحارس محمد أمين البدوي، بروز بعض اللاعبين على غرار أسامة الرميكي اللي خذا فرصة من الإطار الفني عادل حيحي قام بإشراكه في الشوط الثاني وقدم مقابلة محترمة، كذلك بعض اللاعبين من الترجي الرياضي التونسي كما اتكهنا، يعني مباراة ما كانش فيها النتيجة هي الأهم بالنسبة اليوم بقدر ما كان الأداء والوقوف على إمكانيات بعض اللاعبين من النادي الإفريقي ومن الترجي التونسي في انتظار الأهم وهو مرحلة البليوف من أجل الدفاع وبدء رحلة البحث عن اللقب بالنسبة للفرق اللي عودتنا على لعب الأدوار المتقدمة في البطولة التونسية. النادي الإفريقي والترجي التونسي من أبرز المدارس في تونس والفرق الأولى تقريبا في تطعيم المنتخب التونسي بالعناصر الوطنية، معناها أصحاب مراتب الأولى نجم الترجي الإفريقي ومكر المهدية، أيضا ما نساوش نصرة بولبا ساقية الزيت، بعث بن خيار فريق مكون جمال صناعي عمل موسم طيب، سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات رغم الهزات اللي صارت في جمعية الحمامات لكن تدارك أمره، نادي هيبون واتحاد مازال تميم، هذه في رقم تاع الوطني كرة ترجع لفيتا فريق النادي الإفريقي 28 23. التسديد والهدف 24 28 24 لفيتا الترجي قدام النادي الإفريقي. الثواني الأخيرة في المباراة، المباراة فنيا قراءة متاع مدربين شافوا الرصيد البشري يعرفوه جيدا لكن شافوا امكانيات، واحنا في مرحله متقدمه لانه من المفروض من ناحيه الفيزيولوجيه البيك دو فورم تجي توا وقت افضل فترات الملاعبي في الاعداد البدني تكون في الفتره هذه، فتره التتويجات، فتره نهايه الموسم، فتره البطوله وفتره الكاس، مرينا حتى في اوروبا تعرف سيد ديما افريل ماي لازم يكون لاعب في افضل فترات نتاعه، توا في الرياضه المفروض الملاعبي توا يكون في افضل فتراته، والمدربين ولات عندهم بينه وفكره كبيره برشا على الملاعبيه نتاعهم. كره لفيت الترجي التونسي حق من صالح المراوغ والتسديد خارج الميدان، ترجع الكره لفيت الفريق الترجي او الافريقي. نهايه المباراه 28 24 فوز الترجي الرياضي التونسي عن نادي